وللمزيد حول تطورات هذه العملية نربط الاتصال من جديد بموفدنا إلى جماعة تامروت بإقليم شفشاون فتح الله البوزيدي. أهلا بك فتح الله. أهلا بك نجاة. وأنت تعاين الأحداث عن قرب، ما الجديد في عملية إنقاذ الطفل ريان؟ العملية متواصلة نجاة. قبل قليل، قبل لحظات من هذا المباشر، سمعنا ذوي انهيار طفيف جزئي للأتربة فوق السهريج الحديدي الذي يغطي ويؤمن الممر والنفق الذي سيجري منه إخراج الطفل ريان. هذه المسألة لن تؤثر على عملية الحفر لكون السلطات أخذتها بعين الاعتبار، أخذت هذه الانهيارات الجزئية في جنبات القناة بعين الاعتبار، وبالتالي لهذا قامت ب يعني وضع هذا السهريج الحديدي في مدخل القناة لحماية طواقم الإنقاذ من أي انهيار محتمل. على أي عملية الإنقاذ متواصلة نتابعها أول بأول، نترقب بفارغ الصبر لحظة الخروج، لحظة الحسم التي ستنهي هذه القصة. في مقابل ذلك وفي الموازاة مع ذلك، السلطات مجندة، جميع المكونات، السلطات المحلية والمتدخلين من رجال الدرك الملكي، كذلك فرق التدخل السريع، كذلك القوات المساعدة، السلطات المحلية تقوم بتأمين الممر لكي يكون آمنا فور إخراج الطفل ريان ونقله إلى الإسعاف مباشرة قبل أن يتم نقله عبر مروحية طبية هي رهن الإشارة في الأرجاء لأقرب أو لمستشفى قريب نجاة. نعم، وكما قال المسؤولون ليست لدينا مشكلة في الآلكات أو الخبرة، لكن طبيعة التربة صعبة وصعبت معها عملية الإنقاذ. فتح الله، هل من معلومات حول السنتيمترات المتبقية للوصول إلى الطفل ريان؟ ما تزال يعني سنتيمترات قليلة، لا نملك الرقم بشكل دقيق. قبل ساعة ونصف أو حوالي ساعتين من الآن كانت 90 سنتيمتر. الفرق تقوم بالحفر بعناية في هذه المرحلة، هي مرحلة حاسمة جدا، يتم فيها الحفر بأدوات يدوية لتفادي أي اهتزاز، لأن طبيعة التربة الهشة الكلسية التي تتكون من صخور ورمال في القعر يمكن أن تشكل خطرا على فرق الإنقاذ وتقوض كل الحسابات والخطط المسبوقة. فالمسألة تمر ببطء أكيد، لكن بثبات بشكل فعال كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه، ونتمنى لا يحدث ذلك. نعم، الطفل ظل قيد الحياة رغم ضيق المكان والفترة الطويلة التي أمضاها في قعر البئر. هل اطلعتم على كاميرا المراقبة التي وضعت في البئر؟ هل يتحرك؟ هل هو ما زال على قيد الحياة؟ لا يمكن أن نؤكد هذا الأمر، السلطات متحفظة حول هذا الأمر لأنه تأمل أن يكون على قيد الحياة، ودائما هذا هو التصريح الذي نتلقاه من السلطات، خصوصا من خلية اليقظة لإنقاذ الطفل ريان، فهي تأمل دائما، كلنا أمال بأن يكون بخير ويكون على قيد الحياة وتتمكن فرق الإنقاذ بعد إخراجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة ويعني نقله إلى أقرب مستشفى يعني مواصلة العلاج، نتمنى ذلك. نعم، وكيف تصف لنا الفريق الطبي الذي جاء إلى جماعة تامروت خصيصا يعني لإسعاف الطفل ريان الذي نأمل أن يخرج سالما معافى إن شاء الله؟
نجت وزارة الصحة سخرت أطقما صحية كبيرة من أجل هذا الغرض، أطباء ممرضين عيناهم في عين المكان وهم الآن بالقرب من النقطة التي يفترض أن يقوم فيها طواقم الإنقاذ بإخراج الطفل ريان، فهم مجهزون بالمعدات الطبية اللازمة التي تستخدم في هكذا مواقف من أجل إنقاذ الطفل ريان ومده بيد المعونة اللازمة طبيا، خصوصا التدخلات الأولية نعلم أنها مهمة جدا في يعني أن تواصل أو نواصل الطفل ريان أن يبقى على قيد الحياة، يعني في انتظار نقله إلى أقرب مستشفى حينها سيتلقى الرعاية الطبية اللازمة وبشكل دقيق حسب حالته الصحية. وهل من جديد بخصوص حالة والديه؟ نعم، والديه أكيد هم في ريبة من أمرهم، هم قلقين بشأن ابنهم، هذه بطبيعة الحال يترقبون كما نترقب جميعا. في هذه الأثناء نسمع ذوي انهيار طفيف أيضا للأتربة في الجنبات، ونأمل أن لا يعيق هذا الأمر عملية الإنقاذ. في هذه الأثناء سمعناها مباشرة وكاميرا ميدي أن تيفي تنقل أول بأول عملية الإنقاذ. السلطات تقول بأن هذه الانهيارات البسيطة لن تؤثر على العملية ما دام أنه تم تسخير سهريج حديدي في البوابة، في بوابة النفق، وبالتالي ننتظر على أمل أن تنتهي العملية في أقرب وقت ممكن وأن يتم إخراج الطفل ريان. نعم، فتح الله، في الحقيقة قلوبنا جميعا في تلك البئر، نتمنى أن يخرج ريان في أقرب وقت ممكن. مفادنا إلى جماعة تمرد بإقليم شفشاون. نعم، نواصل. نعم. نجات. نعم، هل من جديد؟ نعم، تفضل. نواصل نجات هاتي الصور لو. نعم. سمحتي. تفضل. هاتي الصور من عين المكان، نترقب اللحظة. هناك يعني تأهب لرجال الوقاية المدنية، يمكن أن يتم إخراج الطفل ريان في أي لحظة من الآن. نحن نترقب، نرجو ألا تعيق هذه الانهيارات الجزئية للأتربة في جنبات القناة الموازية التي يتم تشييدها، ألا تعيق عملية الإنقاذ. نعم، وهو أيضا ما نتمناه. ونتابع نعم. هذه الصور. نعم نعم، نترككم قليلا مع هذه الصور من عين المكان. أكيد السلطات تقوم بتطويق المكان منذ الساعات الأولى من هذا اليوم بشكل حازم لتفادي أي انفلات أو اقتراب محفوف بالمخاطر للجماهير التي تتجمهر هنا حول البئر. خليك معي نجات، خليك معنا، خليك معنا نجات. نتابع هذه الصور المباشرة من عين المكان، الإيقاع مرتفع، السلطات تسارع الزمن بخطى ثابتة من أجل إنقاذ الطفل ريان وأن تنتهي هذه القصة بخبر مفرح، نأمل ذلك. نعم، يبقى معي نجاة ليشاهد المتتبعون هذه الصور المباشرة. السلطات تؤكد بأن الانجرافات هي كانت محتملة قبل ذلك ووقعت انجرافات قبل الآن، والسلطات أخذتها بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي دفعها بالاعتماد على سهريج حديدي في المدخل.
لكي يتم حماية فرق الإنقاذ من أي مكروه ومواصلة عملية الحفر على الوجه الأكمل والوصول إلى الهدف والمبتغى الذي ننتظره والذي طال انتظاره وهو إخراج الطفل ريان. مشاهدي ميديا ان تي في، إذن تتابعون البث المباشر من عين المكان من قرب الحفرة المائية التي وقع فيها الطفل ريان قبل أيام من الآن، والسلطات ارتأت بعد استنفاذ جميع الحلول الممكنة، ارتأت تشييد قناة موازية للحفرة بالاستعانة بخبراء مهندسين بتقنيين توبوغرافيين. هذه العملية محفوفة بالمخاطر، ما استدعى تدارس جميع السيناريوهات ودراسة أي تحرك قبل تنفيذه لكي لا يكون أي انهيار صخري داخل الحفرة، ونأمل أن تمر العملية بالوجه المطلوب وتتكلل بالنجاح بعد الجهود الكبيرة التي عينها على المكان لفرق الإنقاذ. إذن مشاهدينا الكرام، هنا من عين المكان نتابع أول بأول قناة ميديا أن تي في، تتابع أول بأول آخر الأخبار والمعلومات المرتبطة بعملية الإنقاذ، وسنوافيكم بتفاصيل أوفى في موعدنا الإخبارية وخصوصا موعدنا الإخباري اللاحق. نعم، أنفاسنا وأنفاس العالم محبوسة جدا، ونحن نتابع جهود عمال الإنقاذ ورجال الإنقاذ وهم يحاولون كل ما بوسعهم لإنقاذ ريان وإعادته لأحضان أمه الحزينة. نتمنى أن يخرج سالما غانما. الملايين من الناس في جميع بقاع العالم بمختلف الجنسيات بديانات مختلفة بلغات مختلفة، كلهم يدعون ريان للخروج سالما من هذه المحنة التي يعيشها الصغير. شكرا لك فتح الله بوزيدي، مفادنا إلى جماعة تمرد بإقليم شفشاون.